في وسط الميدان لمصلحة عمان. في الجانب الأيمن من جديد البحث مستمر عن هدف أول في هذا اللقاء، لكن إلى الآن لا يأتي، بينما هنا فرصة، هنا يأتي هدف أول للمنتخب العماني. عبد العزيز المقبالي بالاختصاص، عبد العزيز المقبالي بالتخصص في مرمى الحارس سليمان عبد الغفور، يسجل هدف العماني الأول بكرة راسية. يعرف كيف يرتقي ويعرف كيف يصوب ويعرف كيف يسجل. عبد العزيز المقبالي يسجل أول أهداف لمصلحة الأحمر العماني. كرة كانت ممتازة، كرة عرضية جميلة وارتقاء عالي وتصويب مثالي، وهدف جميل يسجل لمصلحة الأحمر العماني. كرة ممتازة، شاهد الرأسية، سليمان عبد الغفور تقدم قليلا ولكن جاء العقاب، والعقاب هو هدف أول لمصلحة المنتخب.